أكد رئيس لجنة النفط والغاز النيابية هيبة الحلبوسي في مؤتمر صحفي عقد خلال زيارته إلى البصرة للاطلاع على المشكلات والعقبات التي تواجه شركة نفط البصرة سعي لجنته الحثيث بتشريع قانون النفط والغاز، مبينا أن اللجنة ما زالت تنتظر الرد على الكتاب الذي أرسلته إلى مجلس الوزراء العراقي للمصادقة عليه والمضي بتشريعه من قبل مجلس النواب. أصرت لجنة النفط أن تكون الزيارة الأولى لهذه المحافظة من أجل الاستماع إلى المشاكل التي يعاني منها نفط البصرة، ومن أجل تذليل العقوبات والسير بالاتجاه الصحيح. واليوم اللجنة اجتمعت بالسيد مدير عام نفط البصرة والكادر المتقدم في نفط البصرة، استمعنا إلى مشاكل كبيرة، مشاكل عقيمة، تداخلات بين الوزارات، بين وزارة النفط ووزارة المالية. هذه مشكلة كبيرة جدا، تأخير دخول المعدات والآليات التي تهم جولات التراخيص وتهم نفط البصرة. وبدورنا كلجنة تعهدنا للأخوة في نفط البصرة سيتم معالجة هذه المواضيع. الموضوع الأساسي هو نقص التخصيص المالي لنفط البصرة، ومما يسبب إلى إعاقة في موضوع التصدير وموضوع الإنتاج في هذه المحافظة. فيما يخص موضوع تشريع قانون النفط والغاز، اليوم ما لمسناه ككتل سياسية موجودة في مجلس النواب من جميع الكتل السياسية، ما لمسناه هناك النية الحقيقية والنية الصادقة في المضي في تشريع قانون النفط والغاز، لأن قانون النفط والغاز اليوم هو ما يخص محافظة بحد ذاته، يخص جميع المحافظات. اليوم النفط حسب الدستور العراقي هو ملك للشعب العراقي بالأجمع، مو ملك لشخص أو ملك لمحافظة أو ملك لجهة معينة أو لمذهب. اليوم احنا ككتل سياسية تم إرسال كتاب من اللجنة إلى مجلس الوزراء وإلى الأخ السيد الوزير من أجل التسريع في تشريع قانون النفط والغاز والتصويت عليه داخل مجلس الوزراء، وإرسالة لمجلس النواب من أجل المضي في تشريعه. لحد الآن، لحد اليوم، القانون لم يرسل من مجلس الوزراء من أجل المضي في تشريعه. داخل اللجنة، تعرف اللجنة مكونة من عدة كتل سياسية. من داخل اللجنة ما نرى داخل اللجنة من الكتل السياسية لديها النية الحقيقية في سبيل تشريع هذا القانون.